مرحبا، برحب بكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا بفقرة جديدة من عالم التسوق منتوجه فيها لكل ستات البيوت. صحيح سارة، حلقتنا لكل الستات، وبدي أرجع أقول لهم أنه هلأ بهالحلقة رح نرجع نرجعكم شوي للقديم بمكانس الكهرباء. ليه؟ لأنه كلنا بنعرف بالفترة الأخيرة استبدلنا مكنسة الكهرباء الأبرايت أو بالموديل اللي نحن شايفينه قدامنا لمكنسة الكهرباء اللي بتجي أصغر وهي اسمها كانستر، ولكن نحن اليوم عم نقول لكم لا، صار لازم ترجعوا للقديم، ولكن طبعا بشكل كتير متطور أكتر بتكنولوجيز جديد وأكسسوريز أكتر من خلال مكنسة الكهرباء من بيسال وهي باور جروم فاكيوم كلينر. هيدي المكنسة اللي عم نقدم لكم إياها اليوم، عم نقدم لكم إياها أكيد من شركة رائدة، فيها مواصفات كتير عديدة ولح تشوفوا فعاليتها أثناء الحلقة. ولكن بداية خلونا نعمل مقارنة كتير صغيرة بين مكنسة السجادة اللي هي الأبرايت والمكنسة الثانية والتقليدية واللي هي الكانستر. طبعا المكنسه اللي معنا رح نفرجيكم قد ايه هي بالعاده نحن ما بنشوف فعاليتها غير لنقارنها بالابرايت. اول شيء المسافه الكتير طويله اللي بتكون موجوده عندنا من وقت ما نحن بدنا نشفط او نحن نشيل الغبره اللي موجوده على الارض لتوصل على الفلتر، حتى الاتاشمنتس او الوصلات اللي بيكونوا موجودين اللي بالعاده كتير بيتكسروا وبنلزقهم، ممكن اي اتربه تكون كتير ناعمه ترجع تطلع على الهواء من دون ما نحن ننتبه عليها. اما اذا بدنا نقارنها بالابرايت، المسافه من لما نحن عم نشفط فيها التراب من على الارض أكيد لتوصل على الفلتر مسافه كتير قليله، يعني من هون لا الفلتر مسافه كتير قليله، فهيدا الشيء ما بيخلي اي هذا طبعا بياثر على قوه الشفط طبعا. اكيد. وعندنا هون كمان مثل ما عم نشوف عندنا هون الهيبا ميديا فلتر اللي بيساعدنا حتى الاتربه الكتير ناعمه انها تطلع. مقارنه كمان ثانيه اذا بدنا نشوف نحن هون الاريا اللي بتكون موجوده معنا او المساحه، ليكون المساحه قد ايه كثير قليله لنقدر نحن نشفط فيها الغبره، هيدا الشيء ما بيساعدنا اكيد لنشفط مسافه كثير كبيره. بينما اذا بدنا نقارن بالبيسال مثل ما عم بتشوفوا هون، اذا لقطتها الكاميرا قدامنا عندنا 15 انش ايدج تو ايدج، كل هيدي المسافه موجوده عندنا لحتى تشفط الغبره، يعني مسافه كثير كبيره. صحيح. كمان غير هيك، غير قوه الشفط والمسافه اللي فينا ننظف فيها من خلال مكنسه بيسال اللي عم نقدم لكم اياها اليوم، بدي اقول لكم انه بالمكانس الكانستر او المكانس القديمه دائما بيكون في عندنا كيس بتتجمع فيهم الغبره، وهدول الكيس نحن دائما لازم نشيلهم وننظفهم، ونحن وعم نشيل كيس الغبره نص الغبره بترجع بتوقع على الارض ونحن عم نفضيها. ولكن نحن اليوم مع الباور جروم فاكيوم كلينر من بيسال كل هالغبره وقت اللي بتطلع على الفلتر لهون ترجع بتنزل على هيدي العبوه من البلاستيك اللي نحن فينا نشيلها بكل سهوله، منغسلها مننظفها منجليها ومنرجع منرجعها مطرحها ومنسكرها بهيدي الطريقه، يعني كمان نحن عم نرجع منوفر على حالنا أكيد. وطبعا انضف بكثير. وفي شغله كمان كثير حلوه انه عندنا نحن الواير اللي موجود معنا هون هو بيجي بمساحه 40 فيت، شغله كثير حلوه انه المكانس القديمه كانت نحن بالعاده نضطر انه نحن نلف الواير، بينما هون عندنا اوبشن بمجرد نحن ما نضغط عليه رح يلتف عندنا الواير بكل سهوله. اوكي. فاذا نحن بمجرد ما نشيل الواير بنضغط على هيدا الزر ومنقدر نحن نشيلها بكل سهولة. بينما سارة المكانس القديمة اللي موجودة معنا نحن الواير بيكون عنا طويل منضطر انه نحن نلفه بهالطريقة اللي اكيد منا مرتبة وبتغلبنا بأكثر الوقت. في يعني شغلة كمان كتير حلوة علينا هون علينا بهالمكنسة. وفي شغلة كمان كتير حلوة انه نحن عنا اكسسوريز ضايفينهم على بيسال، عنا هون التوربو براش اللي موجوده معنا لحتى ننظف فيها اذا عندنا صوفا، اذا عندنا بردايه، عندنا اي نوع من القماش بدنا شفط كثير قوي، عندنا هيدي التيوربو براش، عندنا كمان هيدي البراش بتشتغل عندنا الفرشايه الخشنه واللي بتجي الميله الثانيه، بنقدر كمان نحن ننظفها بكل سهوله، عندنا كمان هيدي القطعه لاي حف كثير رفيعه، فاذا رح نشوف كل هيدي التفاصيل اثناء الحلقه. اكيد. اما هلا نحن وسع لك قبل ونشيل هاي. نحن هلا رح نبلش ورح تشوفوا معنا قد ايه مكنسة البيسال كتير عملية، قد ايه هين انه نستعملها. طبعا عندي اول شيء هيدي الوصلة شايفين في قدامنا هون، في عنا سيريال ورز وكورن فليكس وطحين وكل شيء. رح بلش اول شيء رح اقرب هيدي لهون، قوة الشفط تبعها قد ايه رح تكون قوية. هيدي
واكيد رح نفاجئهم رح ناخذ رز كمان اكيد. وبدي اقول لهم انه هذا النوع من السيري بيكون هو ستيكي يعني اوريدي صعب انه يطلع. خلينا نشفط هلا الرز الكورن فليكس. ليك يعني بدها ثواني بيروحوا كل الرز. الكورن فليكس رح ننتقل للكورن فليكس، وشايفين انه حتى الكورن تبعها او الوصل كثير بتمد بسرعه بسهوله. وحتى اذا بدنا نطلع على الفلتر، الفلتر مثل ما عم بتشوفوا نصه امتلى. فرح جرب هون الطحين، الطحين اللي بيكون كثير هيك رقيق. خلص ساره لانه الفلتر اوريدي نص امتلى معنا. اما هلا كلنا بنعرف انه وقت الفلتر بالعاده بمكانس الكهرباء بينتلي بصير كثير صعب انه تحافظ المكنسه على قوه الشفط تبعه، ولكن هلا مع هالمكنسه مين بيسال الباور جروم فاكيوم كلينر رح تشوفوا. شايفين في عندنا هون على الارض على الباركيه قد ايه في غبره، وخاصه انه الباركيه حتى هو من الاساس صعب يتنظف. شوفوا كيف رح تحافظ على القوه، الشفط طبعا نحن هون عم نحكي. قادرين تشوفوا كمان كيف هي المساحه اللي عم تتغطى، مثل ما كانت قالت ساره بالاول انه عندنا 15 انش. وبدي اقول لكم انه كمان الفرشايه تبع هالمكنسه هي كثير مميزه، بما انها مبرومه هي بقلبها فرشايه مش مثل المكانس العاديه. إذا مثل ما شفنا نظفنا نحن هلا الفلور بكل سهوله من دون اي عذاب بالمره. وفي اوبشن بتنظف بسرعه. لا وقفها انا هلا. مثل ما شفنا نظفنا نحن الفلور بكل سهوله، وفيها اوبشن كثير حلوه انكم فيكم انتم تنظفوا فيها الفلور وكمان تنظفوا فيها اي سجادات. اذا فينا كمان نشوف مع الكاميرا، في عندنا هون في عنا هون مجرد عنا عيارات اذا نحن بدنا نوديها على السجاد او اذا نحن بدنا ننتقل لعيار اكبر للسجاد. هلا طبعا نحن شفنا الفلتر اوريدي امتلت معنا، ولكن قوه الشفط كانت كثير قويه، ورح نشوف كمان هيدا الشيء على السجاد اللي موجود معنا بكل سهوله بكبسه وحده. مجرد نحن ما نضغط رح بتقدر تنفتح معنا. طبعا انا رح اقوي هون العيار. شوفي سارة قد ايه عم بيكون الفرق وقد ايه هي كثير خفيفة. سارة عن جد انا كثير لفت لي نظري بالمكنسة الفرشاية تبعها كيف بتضرب. بالمكانس العادية بتلاقي الفرشاية هيك بلات بلات، ما فيها هالفرشاية اللي بتبرم لتشيل الاوساخ اللي بتكون معلقة بالبلات والسجادة. انا بدي فرجيهم الفرق بمجرد نحن ما نضغط بالسجادة. ليكو قد ايه عم بيكون عنا التنظيف كثير قوي وكثير حلو، وحتى قد ايه هي خفيفه بمجرد نحن ما نلتقي عم نقدر نشيل نحن كل الاوساخ اللي يكونوا موجودين. مين بيقول هيدي السجاده كانت هالقد عن جد؟ ليكو السجاده بيج يعني اكثر شيء معقول يعلق عليها وسخ وتبين عليها الغبره. فاذا مثل ما شفتوا بكل سهوله بمجرد نحن ما نوقفها نقدر نحن ننظف السجاده بطريقه كثير مرتبه، والاهم من هيدا كله انها كثير خفيفه طبعاً. نقدر نحن ننظف فيها بكل سهوله. هلا شايفين كنا قد ايه هي الصوفه وسخه، ولكن مع هالمكنسه من بيسال ومع الاكسسوري مع التيربو براش اللي عندنا اياها رح تشوفوا قد ايه رح يكون تنظيفها سهل. طبعا انه كمان كثير استخدامها او انكم تحطوا الاكسسوري كثير شغله سهله، بس بتفرجوها هيك نحن لازم نقفلها، ورح تشوفوا كيف هالفرشاية بتبرم كثير بسرعة لتنظف الكنباية. رح أعمل هيدي الإيد. بدي أقول لكم إنه هيدي الفرشاية التيربو هي مخصصة للقماش، وخاصة اللي بيكون سخط أو اللي بيكون مهشن مثل الكنبايات مثل التكايات، فكل هالغباين كثير بتنظف كثير بسرعه. رح اشوف من هون حتى على ايد الصوفة بعد على ايد الصوفة هون، لكن مش بس تراب يعني الغبره اللي بتكون هيك مكبتله بتكون بالعاده نحن فينا نتخلص منها مع هيدي التيربو براش.
فاذا مشاهدينا من دون مبالغه هيدي التوربو براش بتساعدكم لحتى انتم تشيلوا كل الاتربه بكل سهوله. فاذا يعني مثل كانه عملنا دراي كلين لكل الصفيات اللي عندنا. هلا في عندنا هون البراش الثانيه، هيدي البراش رح زحلك انا اوكي، هيدي البراش رح نحطها بمجرد نحن ما نحط هيدي الاكستنشن. بنقدر مثلا اذا نحن عندنا اي لامب شيد موجوده بالبيت بدنا ننظفها بدل ما نحط المي بنقدر ننظفها بكل سهوله. شوفي الفرق ساره بين انك انت ما تمسحيها او انك انت تشفي الغبره عنا. وساره نحن وقت بنحط مي على هيدا القماش بنحس انه الغبره بتجرم او بتعلق. مظبوط ما بتنظف مظبوط، ولكن هون بنقدر نحن نشيل الغبره بكل سهوله من خلال هيدي البرش. فاذا مشاهدينا مثل ما شفتوا اكسسوارز كثير عديده بتقدر تساعدكم لحتى تقدروا انتم تشيلوا كل الاوساخ اللي بتكون موجوده او حتى مضايقتكم. كمان مشاهدينا نحن عم نقدم لكم اياها بسعر جدا تنافسي، كل اللي عليكم تعملوها هلا انكم تتصلوا فينا على الارقام اللي مبينه قدامكم على الشاشه. ابقوا معنا بعد رح نعرفكم تفاصيل اكثر عن بيسيل فاكيوم كلينر. يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citrusv.com. رجعنا لنشوف اكثر الميزات العديده لباور جروم فاكيوم كلينر من بيسيل، ورح نرجع نعيد سوا شويه داموز لتشوفوا قد ايه هالمكنسه مهمه، قد ايه عندها قوه شفط رهيبه. رح نرجع نشوف هون الرز مثل ما عم بتشوفوا عم نشفط هون الرز، عم نشفط كورن فليك، عم نشفط كمان عندنا الطحين، حتى بدنا نشوف الفلتر قد ايه الفلتر عم يتعبى معنا للنص. بمجرد ما يتعبى معنا الفلتر بالعاده باقي المكانس ما بيكونوا عم نقدر نحن نشتغل فيهم، ولكن هون خلص ساره رح نفرجيهم. رح نوقف هون قبل ما ارجع نفرجي كمان قد ايه هي، مع انه نحن كنا شفتنا فيها رح ارجع استعملها على السجاده بكل سهوله. وطبعا بما انه هالفرشايه اللي بتتميز فيها هالمكنسه من بيسيل هي مش بس بتشيل الغبره وانما بتنظف، فبتبرم على السجاده وبتعلق وبتشيل كل الاوساخ اللي بتكون معلقه، بالاضافه الى انه المسافه اللي بتسحبها هي اكبر اكيد من السجادات العاديه الثانيه. فاذا مثل ما شفتوا بكل سهوله قدرنا نحن من جديد نفرجيكم انه قد ما الفلتر تعبى معنا ولكن السكشن عم بيكون كثير قوي. هلا رح نشوف شغله كثير حلوه هون، وهيدا الديمو لنوضح لكم فكره انه نحن عندنا هون 15 انش ساره اللي حكينا عنها ادج تو ادج بتساعدنا لحتى ننظف. بالعاده نحن بالمكانس التقليديه اذا عندنا شيء على الجنب بدنا نبرم المكنه هيك لانه مساحه السكشن كثير قليله. حنشوف هلا كيف بكل سهوله بنضل ايدنا مثل ما هي، يعني عم نوفر على حالنا نحن وقت وجهد، عم نسهل على حالنا كثير مع هالمكنسه من بيسيل. اكزاكتلي، وحتى شوفي بايد وحده بتقدري انت تحركيها مثل ما بدك وتختاري الليفل اللي انت بدك اياها. هي خفيفه حتى منا ثقيله، يعني مثل ما قلتي بايد وحده فيك ما بتطلب منها مجهود جسدي يعني. فاذا مثل ما شفنا حتى اذا كان عندنا اي اتربه موجوده على حفه الحيط بتروح معنا بكل سهوله. هلا في شغله ثانيه كمان بتواجهنا نحن السيدات، هلا بدنا نطلب من الكاميرا تاخذ كثير زوم رح نشوف كيف ممكن نحن بالعاده يكون عندنا شعر ممكن يكون موجود عندنا على الكشن او على المخدات. فكمان اذا كان عندكم انتم كوشن بتقدروا تنظفوها بكل سهوله. وفي شغله ساره، اذا في سيدات عندهم كوشنز بالبيت اللي بيجوا شوي فرو كمان بالعاده كثير صعب انها تنظفهم، ولكن مع هيدي الاكستنشن اللي موجوده معنا برجع بذكركم هيدي الاكستنشن موجوده معنا بتركبوها بقلب الهوز وبتصير سهله انكم انتم تستخدموها.
ليك شو سريعة. وسارة نحن هي اللي فيها نستعمل على الكوشنز هيدي الأكسسوري هيدي الكرشية، وحتى فيها نستعمل التيربو براش اللي بتسحب الغبرة من قلب الكوشن، خاصة للفرش اللي بيكون أو للقطعة اللي بتكون محشية. التيربو براش أكيد بيرجع فضيع. الخيار للسيدة نفسها. فإذا مشاهدينا مثل ما فرجيناكم، نحن مع الأكسسوريز اللي مقدمينها من بيسل، وكمان مع الباور اللي موجود بقلب هيدي المكنة، بتقدروا أنتم بكل سهولة تنظفوا شو ما عندكم من أي مشكلة. خفيفة الوزن، سهلة الاستخدام، كل اللي عليكم تعملوا كتير. ابدا بتسهل عليكم، بتسهل عليكم كثير من الاشياء. برجع بذكركم انه هيدي هي متوفره لكم من خلال عالم التسوق. مشاهدينا نحن لهون بنكون وصلنا لختام هالفقره من برنامجنا، مثل ما شفتوا دائما عم نقدم لكم افضل الافضل الخيارات من الاسواق العالميه. دابونا دائما بفقرات جديده. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافه في السله.